احتفل مركز شؤون الموسيقى التابع لوزارة الثقافة والرياضة خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالنسخة الثانية من فعاليات موسيقى ومعرفة، والتي تأتي امتداداً للنسخة التي سبق أن أقامها المركز في عيد الفطر المبارك. يا موجي اللي علينا طاش ركنت الدار محمية من دونها نمحق المطراش على الذي خفت النية على الذي خفت النية مثل ما طرك رشراش اللي على الجمع عصري اللي على الجمع عصري في ناظمة والسيوف امطاش بالراس مليون جني بالراس مليون جنية بالراس مليون جنية بالراس مليون جنية. احنا نحاول طبعا ان نتواصل مع الجمهور ونوصل المعلومات الموسيقية مثلا عن الآلات الموسيقية وعن تاريخ الفن القطري وعن معلومات بخصوص الموسيقى والآلات الموسيقية. يعني ممكن يكون في ناس كثير ما عندهم هذا الكم من المعلومات الموسيقية، فاحنا نحاول عن طريق الأسئلة والمسابقات والتواصل مع الجمهور ان احنا نوصل لهم هذه المعلومة، وفي نفس الوقت يكسبون فيها الجوائز ويستانسون معنا. وشملت الفعالية مسابقات لرواد المجمع التجاري تخللها جوائز نقدية وعينية قيمة، إلى جانب تقديم فقرات موسيقية مصحوبة بأداء غنائي في أجواء طربية وموسيقية هادفة، بالإضافة إلى إجراء مسابقة لأفضل عازف بيانو والتي استقطبت أصحاب المواهب الموسيقية.